نحن التطوع تطوع دارنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. بسم الله على بركة الله نبدأ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الشاعر: نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبال، فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال. حياة كل منا لوحة لا تكتمل، ستجد أن الحياة رائعة بجميع ألوانها. اختر أنت اللون الأنسب واستمتع به، فلونها بقراءة القرآن، ولونها بسجدة في جوف الليل، ولونها بالاستغفار دائما على لسانك. لا تتوقف وتغلق على نفسك الأبواب، انظر إلى الحياة من خلال نافذة الألوان. نبدأ اليوم إن شاء الله بسورة يونس عليه السلام. أهم ما تحدثت به السورة هي موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. أهم الموضوع الذي تدور حوله السورة هو الإيمان بالقضاء والقدر. أول ما بدأت به السورة الحديث عن القرآن وموقف المشركين منه، دلائل من عظمة الله وقدرته في الكون. بعدها تحدثت السورة عن المنكرون بالقيامة والمؤمنين وجزائهم. تحدثت أيضا عن طبائع الناس وسنة الله في الكون. تحدثت عن القرآن وموقف المشركين منه والرد عليهم. انتقلت أيضا للحديث عن طبيعة الناس في موقفهم في السراء كيف يكونون، وطبيعتهم في الضراء كيف يكونون. تحدثت عن الهداية والجزاء يوم القيامة. تحدثت عن تحدي القرآن للمشركين، تهديد المشركين وافترائهم على القرآن، إحاطة علم الله وجزاء أوليائه. أيضا تحدثت عن تهديد المشركين ورد مزاعمهم. بعدها انتقلت إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أول ما بدأت به السورة تحدثت عن قصة نوح عليه السلام. بعدها تحدثت عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وانتقلت أيضا للحديث عن القرآن، رجعت لنفس الموضوع اللي هو القرآن وتهديد من يخالفه. وانتقلت في آخر السورة تقريبا للحديث عن قصة نوح عليه السلام. و آخر موضوعين تحدثت عنهم السورة اللي هي نفاذ مشيئة الله في الكون، وتوحيد الله وتوجيهاته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللناس أجمعين، وهي عبارة عن 109 آيات سورة. نسأل الله الهداية، آمين. طيب اليوم الأسئلة الخاصة بسورة يونس هي عبارة عن 15 سؤالا. نبدأ. بسم الله على بركة الله. من يختار رقم من 1 إلى 15؟ سؤال السادس. السؤال السادس للأستاذ محمود، وبعدها نأخذ السؤال الرابع. السؤال السادس يقول: اذكر الآية الكريمة التي تتحدى الكفار أن يأتوا بسورة مثل سور أو آيات هذا القرآن الكريم. بعض الآيات في السور تحدث المشركين على أن يأتوا بآية، وبعضها تحدوا على أن يأتوا بسورة، ولكن أريد آية كريمة تتحدى الكفار أن يأتوا بسورة من سور هذا القرآن أو شبيهة لسور هذا القرآن. صوت ما راح، ولكن أنا أنتظر الإجابة. أستاذ محمود أحسنت، إجابة صحيحة. الإجابة هي قوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب هذا السؤال السادس. نأخذ السؤال الرابع. السؤال الرابع يقول: أريد الآية التي يدعونا فيها الله سبحانه وتعالى إلى الجنة.
لم تذكر الآية صراحة الجنة، كلمة الجنة، ولكن ذكرت لفظ آخر معناه الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الجنة. نور، ما هو رقم الآية؟ الآية 25. أحسنت، إجابة صحيحة أستاذ محمود، كمان إجابة صحيحة. الآية قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، من يختار رقم أيضا؟ سؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: في الآية الكريمة قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ما هي الكلمة التي سبقت من ربك؟ أو ما معنى هذه الكلمة؟ لا، هنا تقول الآية كلمة فاختلفوا، يعني انقسموا إلى مؤمن وكافر، صح؟ فالله سبحانه وتعالى راح يحاسب الكافرين ويعطي جزاء للمؤمنين. ولولا كلمة سبقت من ربك، اللي هي الشفاعة، يعني نور قربت شوي، ولكن ليست معنى الشفاعة. أهو، أحسنت أستاذ محمود، هي تأخير الجزاء، تأخير جزائهم إلى يوم القيامة. فهي ولولا كلمة سبقت من ربك هي تأخير جزائهم إلى يوم القيامة. طيب، من يختار رقم؟ في أحد اختار رقم 1، صح؟ السؤال الأول، يقول: ما دعاء وتحية أهل الجنة؟ أريد الدعاء ما هو والتحية ما هي؟ الإجابتين موجودين في آية واحدة في السورة، الآية الكريمة: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أحسنتم، إجابة صحيحة. طيب، من يختار رقم؟ السؤال الخامس. السؤال الخامس يقول: في الآية الكريمة قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما معنى أو ما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ يعني هنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعطينا جزاء الذين آمنوا. أستاذ محمود، إجابة صحيحة، دائما متألق. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وهم في الجنة. أهو، يعني دائما بتدور على الإجابة. طيب، من يختار رقم؟ الرقم، السؤال الثاني. السؤال الثاني، خلاص احنا كشفناك استاذ محمود. السؤال الثاني يقول: ما حال الانسان اذا اصابه الضر، وما حاله اذا كشف الله تعالى عنه هذا الضر، وماذا يسمى هذا الانسان؟ جميع الاجابه تقريبا موجوده في ايه في السوره. اريد الايه او ان يجيب على كل سؤال، ومن 3 اسئله يجيب عليها. حال الإنسان إذا أصابه الضر، وما حاله إذا كشف الله عنه هذا الضر الذي أصابه، وماذا يسمى هذا الإنسان؟ أستاذ محمود، أنت أجبت على القسم الثاني من السؤال، أريد القسم الأول والقسم الأخير. زينب، أحسنت، هي الآية 12 من السورة. أستاذ محمود، أنت خبطت الآية كلها مع بعض. الآية تقول في قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أحسنت، يسمى إنسان جاحد، تمام. طيب، من يختار رقم أيضا؟ السؤال الثالث أخذناه. زينب، إذا كنت
رقم 3 كاتبتيه بسبب انه تريدين السؤال الثالث، فاحنا خدناه. طيب نأخذ السؤال العاشر وبعدها الرابع عشر. السؤال العاشر يقول: ماذا أعد الله تعالى لأوليائه الصالحين؟ ماذا أعد الله لهم في الدنيا وفي الآخرة؟ ماذا أعد لأولياء الصالحين في الدنيا وفي الآخرة؟ موجودة، الجواب موجود في آية من السورة. أعد الله لأوليائه الصالحين في الدنيا بشارة من الله بما يسرهم، في الآخرة أعد لهم الجنة. الآية قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الآية 64 من السورة. طيب نأخذ السؤال 14. السؤال السابع أخذناه، نأخذ السؤال 15. السؤال 14 يقول: ما هي القرية التي نجاها الله تعالى من عذابه لما تبين منهم الصدق في توبتهم؟ اسم القرية أريد، أو الآية الدالة على ذلك. أستاذ محمود، كنت سوف أقول إنه هي اسم السورة يدل على القرية، هي قرية قوم يونس عليه السلام. الدليل قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب من يختار رقم أيضا؟ السؤال الثامن يقول: السؤال الثامن، في الآية الكريمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. معنى كلمة موعظة في الآية الكريمة؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم، ما معنى كلمة موعظة؟ طيب ما هو الإنذار؟ أستاذ محمود، إجابة صحيحة، الموعظة هي كتاب الله سبحانه وتعالى أو القرآن الكريم. طيب من يختار رقم، ناخذ السؤال 11. السؤال 11 يقول: ماذا كان دعاء موسى على فرعون وقومه؟ الدعاء موجود في آية في السورة. زينب إجابة صحيحة، وأستاذ محمود إجابة صحيحة. الآية هي 88 من السورة. الدعاء كان: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا كان دعاء موسى على فرعون وقومه. طيب من يختار رقم؟ بقي عندنا 5 أسئلة، السؤال السابع والتاسع والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر. نحن اليوم فقط معنا 15 سؤال فقط. نأخذ السؤال الثالث عشر وبعدها نأخذ الخامس عشر. السؤال الثالث عشر يقول: ما هي آية الله تعالى في فرعون بعد غرقه في اليم؟ وليس آية وإن. طيب تمام، إدغام شو نوعه؟ إدغام بغنى أم بغير غنى، أو كامل أو ناقص؟ ما تحكي لي ما بعرف. أهو إدغام بغنى، كامل أم ناقص؟ لا هو مش كامل، إدغام بغنى، إدغام ناقص بغنى. طيب أنا كنت أصلا أريد كلمة آية وليس الإدغام، ولكن مشكور على الإجابة. طيب كلمة آية ما الحكم التجويدي فيها؟ نعم هي مد بدل، أحسن. طيب عن آياتنا شو؟ في له اسم كمان. أيوة نور، أحسنتي، هي هو إظهار حلقي. كلمة آياتنا أيضا فيها مد بدل، هي مد بدل وإظهار حلقي. طيب من يختار رقم؟ بقي 3 أسئلة، السابع والتاسع والثاني عشر. سابع، السؤال السابع، أريد الآية الكريمة التي تدل على أن الله تعالى هو الضار وهو النافع. ليست الآية 106، ليست الآية 61، ليست الآية 107، وليست الآية 121. نور زيدي على الرقم اللي كتبتيه، 28. نعم هو يوجد آيات كثيرة تدل على ذلك، أنا كنت أريد هذه الآية.
قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحمد لله. طيب، من يختار رقم؟ بقي سؤالان، السؤال التاسع والثاني عشر. نأخذ الثاني عشر وبعدها التاسع. في الآية الكريمة قال تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لماذا قال الله تعالى في هذه الآية قد أجيبت دعوتكما، يعني بصيغة مثنى شخصين، مع أن الذي كان يدعو هو موسى عليه السلام فقط، بسبب أن هارون عليه السلام كان يؤمن على دعاء موسى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قال قد أجيبت دعوتكما. أحسنتم، إجابة صحيحة. نأخذ السؤال الأخير وهو السؤال التاسع. في الآية قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هو فضل الله وما هي رحمته في الآية الكريمة؟ قل بفضل الله وبرحمته، ما هو فضل الله وما هي رحمته الواردة في الآية، يعني ما معناها؟ أهو أحسنتي، الإسلام والقرآن. طب ما هو فضل الله؟ أي منهما، القرآن أم الإسلام؟ وما هي رحمته، القرآن أم الإسلام؟ حددي. فضل الله هذا لا، هو العكس، فضل الله هو الإسلام ورحمته هو إنزال القرآن الكريم. ففضل الله هو الإسلام ورحمته هو القرآن الكريم. بارك الله فيكم جميعا. بهذا نكون قد انتهينا من أسئلة سورة يونس عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.